الكتابه دي ان انا متعوده ان انا اكتب لما ابقى متضايقه وبطلع طاقتي فيها عشان ما اطلعش طاقتي في حد. فاول مره او تاني مره عامه اكتب حاجه وانا سعيده بيها. سقفوا كلكم. كتب علينا الجهاد كما كتب على الجنود، ولكن جهادنا بالعز وبلا حدود. فكيف لأمة أن تقوم دون أن يساوى الكتاب بالسلاح؟ وكيف لها أن تنهض إذا كان للعلم قيود؟ يظن البعض أن العلم روتين قاتل وليس به ما يجذب الانتباه. أبي ربكم، ما الجمال في دراسة التاريخ إذ لم به نستفد؟ وما الفائدة من المعلمين إذ هم للعقول التي تنمستضعف؟ يموت العالم، وإن عاش عاش بلا روح وبلا كرامة حتى يموت. ثم يأتي ما يغير فكر كل منا، فتأتيك تجربة تجعلك تؤمن مجددا، وإذ بك تفاجأ بعقل كبير يحتضن كل تلك العقول الصغيرة. يأتي بفكرة رغم صغرها قوية، تربط كل شيء بحبال قصيرة. للدكتور أي، فمن كان يخطر بذلك أنه سيعيش قصة شخص آخر؟ ومن كان يأتي بذهنه أنه سيعيش ليبحث ويتعمق بتفاصيل شخص مجهول؟ وبكل حب، من كان يظن أنه سيضحك كثيرا في أداء فرد منزلي؟ بل ومن كان يعتقد أنه سيثير إعجاب عقول كبيرة في منظومتنا تلك؟ يا سادة، عندما يجتمع العقل بالقلب يخلق ما لا يمكن تصديقه. ففكرة بحجم الذرة أدت إلى نجاح عظيم للعقول الصغيرة قبل الكبيرة. فبالعلم خرجت الفكرة عن الجمود، وبالعلم يحلو لنا معنى الوجود.